السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم في أضواء على الأحداث ونبدأ بملف أضواء على الأحداث الأول والذي نتناول فيه الوضع الاقتصادي السعودي بعد الجدل بشأن طرح شركة أرامكو للاكتتاب. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تجميد خطط الطرح الأولي لمجموعة الطاقة الوطنية أرامكو وذكرت رويترز أن السعودية ألغت خططا لإدراج الشركة النفطية العملاقة مع تحول اهتمام المملكة صوب استحواذ مقترح على حصة في مصنع البتروكيماويات الحالي للصناعات الأساسية السابق وذلك على الرغم من مبادرة الرياض لنفي الإلغاء أما "فاينانشال تايمز" فذكرت من جهتها أن من المتوقع أن يشارك نحو 16 بنكاً في عملية الإقراض على أن يتم اختيار البنوك الرئيسية في وقت لاحق لمناقشة هذا الموضوع، أُرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والباحث الأستاذ محمد عايش، نرحب بك محمد بداية حول الجدل بإلغاء طرح أرامكو أو تأجيل طرح أرامكو، من يمكن فعلا أن يكون أكثر واقعية في خبره الصحف العالمية التي تحدثت عن الإلغاء أم المصادر الرسمية السعودية التي تحدثت عن التأجيل وليس الإلغاء؟ يعني هو استطيع القول ان كلا الخبرين صحيح او كلا القولين صحيح انه السعوديه لم تتراجع عن عن خطه طرح ارامكو لكن واقع الحال او حقيقه الامر انها لن تستطيع طرح ارامكو يعني الخطه موجوده او الرغبه موجوده لكن لديك قرار بان تبيع هذا الشيء لكنه غير قابل للبيع. هل هذا, هذا هو سبب التضارب هو... وسبب الارتباك في الموقف السعودي في عدم أنا أظن... توضيح ان الامر يتحدد او يتعلق بالغاء او تاجيل نهائيا؟ يعني انا اظن بان المصادر التي نقلت عنها رويترز اولا هي مصادر في الحكومه السعوديه ومصادر رسميه في السعوديه و... و... ورويترز لا يمكن ان تنقل الا بعلم السلطات السعوديه، هذا رقم واحد، رقم اثنين التاجيل او تصريحات وزير خالد الفالح هي تاتي في سياق تهدئه الاسواق من اي رده فعل محتمله، بمعنى ان هناك تاجيل وليس الغاء، ومع طيب. ذلك ربما لا يتم الاعلان عن تاجيل عن الغاء رسمي، لكن الحقيقه او واقع الحال بانه السنتين الماضيات او السنه ونصف الماضيات ربما تكون أثبتت سواء للمستشارين منظمي عملية الطرح العام أو للحكومة السعودية أثبتت بأن هناك جملة عوائق يصعب التغلب عليها طيب الآن يعني ندخل إلى الملف يعني أكثر عمقا ما هي هذه العوامل فعلا التي من وجهة نظرك أيضا خبير اقتصادي يمكن أن ترجح إلغاء السعودية للفكرة كلها فكرة طرح أرامكو او تاجيل هذه الفكره لوقت غير محدود شوف هو من منذ اليوم الاول كان كان تقديري بانه المساله بالغه الصعوبه ادراج ارامكو في اي بورصه كان الحديث لانه الخطه السعوديه تقوم على ادراجها في بورصتي نيويورك ولندن و ارامكو كشركه برمتها لا تستوفي اصلا شروط الادراج لا في وول ستريت ولا في لندن وهذه مساله بالغه الاهميه وهذا كان موضوع مباحثات بين المملكه العربيه السعوديه وبين السلطات الماليه في كل من الولايات المتحده وبريطانيا مثل ماذا يعني ما الشروط التي يجب ان تستوفيها حتى يمكن طرحها في البورصات اهم شرط انه لا يوجد شركه تطرح في اي بورصة سواء في لندن او في نيويورك وهي مملوكة للحكومة م. بنسبة 95% على الاقل، يمكن ان تكون الحكومة شريكا في شركة صحيح، الحكومة لا اتكلم عن الحكومة السعودية، م. اي حكومة في العالم، لا يوجد شركة انت اليوم ارجع لبورصة لندن او لكل الشركات المدرجة في وول ستريت، لا تجد اي شركة تملك فيها الحكومة او الحكومة تملك نسبة اغلبية او نسبة ساحقة ما السبب؟ في... ما الذي يخيف انه تكون الحكومات تملك نسب كبيرة لأنه جدا هذا... من الشركة. لانه هذا يتناقض مع اساسيات السوق نظام السوق يقوم على الاقتصاد الحر دعه يعمل دعه يمر عدم تدخل الحكومه للنظام الراسمالي يحظر اساسا من حيث المبدا تدخل الحكومه في في النشاط الاقتصادي وبالتالي لا يجوز لك مثلا في لندن في لندن يحظر على اي حكومه ان تمتلك نسبه او ان تكون نسبه 80% فاكثر مملوكه لاي حكومه احنا اليوم نتكلم عن طرح عام اولي بقيمة 5% او او بحصة 5% فقط من شركة ارامكو، طيب ال 95% الباقية مملوكة لمن؟ مملوكة للحكومة م. السعودية، هذا لا يمكن ادراجه طيب. في السوق. ما العوامل الاخرى؟ ما التي تجعل او طرح ارامكو؟ تمام، العوامل الاخرى الاكثر اهمية، لو افترضنا انه الحكومة قالت احنا نطرح 100% م -م. للاكتتاب العام. المسألة الأهم مسائل العو... أو ما نسميه معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي حتى حتى الآن منذ تأسست شركة أرامكو، منذ اكتشاف النفط في العام 1938 في المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة، ما فيش تقارير مالية دورية يتم إعلانها للرأي العام حول نشاط شركة أرامكو. أبداً يعني ولا حتى مدخولها ولا مصروفاتها ولا لا لا طبعا لا يعلم إلا الله مدخولاتها ومصروفاتها ذلك غريب. <applause> ما هي هذه شركة غير مدرجة، هي أصلاً غير مدرجة حتى في بورصة السعودية. طيب يعني حتى في البورصات في الأسواق الناشئة مم البورصة السعودية تسمى أسواق ناشئة حتى في الأسواق الناشئة اللي فيها معايير أقل للحوكمة والشفافية هي غير مدرجة وبالتالي ما في رقابة ما في رقابة على طيب الشركة على نشاطها يعني لو افترضنا بأن هذا تغير يعني هل يجعل ذلك الامر مقبولا يعني مثلا الارامكو تقول من الان انا ساكون شفافيه وعفى الله عما مضى تنسو تمام تمام عليك علي عليك ان تستوفي شروط الحو ما هو اذا اردت ان تدرجها في بورصه لندن فعليك ان ان تستوفي شروط الشفافيه والحوكمه الموجوده في لندن وهي معايير عاليه الحقيقه عاليه جدا ومتقدمه جدا وكثير من الشركات العربيه بالمناسبه لا تستوفيها هذا ليس يعني يمكن ليس عيبا في أرامكو, بأرامكو. ليس خاصا بارامكو اي شركه مدرجه في اي بورصه عربيه في بورصه في بورصه مصر او الاردن او المغرب آآ آآ تعال طبق عليها معايير الحوكمه والشفافيه المطبقه مثلا على شركه اي جي من اضخم الشركات المدرجه في بورصه لندن حتلاقي بانه لا تستوفي هذه المعايير يعني في, هذا في معايير شفافيه لانه تحدثت عنه صحف عالميه يعني مثال لو كان مدير ارامكو الان بعد طرحها قد استضاف مدراء على حساب الشركه فهذا يجب ان يدخل في الحسابات السنويه وفي الفاتوره ويراه أطلع. كل شخص طبعا. مكتتب في الشركه حتى يعلم الله ينور اين عليك. ذهب هذا مبلغ العشاء في ذلك أيوه. اليوم الله ينور عليك لو انت اشتريت لو عزمنا عملنا حفله شاي مثلا واشترينا أه. شاي للضيوف او المعازيم يجب, أن, يجب أن, يظهر يكون ان يظهر ذلك في التقرير المالي السنوي والتقرير التقارير الماليه يجب ان تصدر كل ثلاثة شهور ويجب الافصاح عنها الاهم من ذلك تحركات الموظفين تعيينات الموظفين كيفيه تعيين الموظفين كل هذا هلا كل الفكره هذه او المعايير الصارمه هذه جاءت من اجل الحفاظ على حقوق الناس انت اليوم لو اشتريت اسهم في بالتأكيد. اي شركه مدرجه يجب ان تعلم في اين الاموال تذهب وكيف وحتى لو تصرف. لم تتابع انت تثق بهيئه سوق المال الموجوده م. او الهيئه اللي هي الفاينانشال اوثوريتي الموجوده في لندن هي تقوم بالنيابه عنك كمساهم بمراقبه هذه الشركه واعمالها والحفاظ على حقوقك وحال الشركات المساهمه العامه حالها في ذلك حال المال العام. والسؤال هل يمكن ان يتغير ذلك؟ يعني في ظل فهم العقليه التي تدار بها هو الدوله هو كل في المملكه يمكن العربية, العربيه السعوديه، يتغير. لان هذا الان هو جزء من ارامكو هي جزء من الحكومه، جزء من الدوله. طبعا وهناك عمليه اصلاح داخل السعوديه وكل شيء يمكن ان يتغير، لا استطيع ان اقول لك لا يمكن م. ان يتغير، لكن تغيير مؤسسه عملاقه او شركه عملاقه بحجم ارامكو مساله تحتاج الى كثير من الوقت، ومساله ربما تكون مساله صعبه، ايضا هذه تدخل يدخل في جزء من السياسات السياديه للمملكه العربيه السعوديه، السعوديه هي اكبر منتج للنفط في العالم والسعوديه سياساتها النفطيه من يقوم بتنفيذها شركه ارامكو طيب. وبالتالي ايضا يدخل في مساله كم تنتج السعوديه من النفط وكم تبيع ولمن تبيع كل هذه هذه وكل هذه التفاصيل كل هذه التفاصيل لكن من حيث المبدا هل فكره طرح ارامكو في السوق، في البورصات، للاكتتاب، اقتصادياً يعني هل فعلا سيعود بالنفع للمملكة العربية السعودية، سيعود بالنفع للاقتصاد السعودي وليس مجرد تأمين بعض السيولة؟ يعني يعني هذا 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 بمجموعه كبيره من العوامل، يعني اولها كم سيتم تقييم الشركه؟ ثانيها من هم المستثمرين في هذه الشركه؟ ثالثها انه هذه شركه سياديه عملاقه مهمه، مهمه للامه مش بس فقط، مهمه للعالم العربي مش بس للسعوديه، وبالتالي هل هؤلاء المستثمرين يعني سوف يستحوذ على جزء من أو سوف يتحكموا بجزء من السياسات النفطية لأهم دولة عربية لأهم دولة, أهم دولة اقتصاد دولة عربي في العالم هي هي أهم دولة نفطية في العالم وأغنى أغني دولة عربية وأهم اقتصاد عربي وأكبر اقتصاد عربي السعودي وبالتالي احنا بنتكلم عن مجموعه يعني من الأمر له العوامل تداعيات سياسيه يعني اللي ربما يملك نعم هذه الشركه يمكن ان يكون مشاركا في صياغه سياسات المملكه نعم على سبيل الافتراض فقط طبعا طبعا هذا على افتراض أن انه الشركه كلها تعومت ثم الحديث عن 5% برضو ايضا في نفس الوقت لكن طبعا تعويم الشركة يفيدها من حيث الشفافية ويفيدها من حيث تقليل الهدر في الإنفاق و تعزيز الكفاءة العمل وبالتالي احنا لا نستطيع القول بانه يعني لا نستطيع ان ان نجيب اجابه مطلقه انه هذا ضار ما لم يكن ام انه مفيد نعم ما لم نرى ثم الايرادات التي ستاتي من الطرح العام الاولي السعوديه المملكه العربيه السعوديه تتحدث عن ايرادات بحوالي 100 مليون 100 مليار دولار اين ستذهب هذه الايرادات هل سيتم توظيفها في استثمارات هل سيتم توظيفها في اشياء في خزينه مثلا السؤال عن لا هي الخزينه طبعاً لانه الموضوع التالي الذي سأناقشه معك هو اقتراض 12 مليار دولار بالنسبة لميزانية السعودية المبلغ يعني يبدو هزيلا يبدو مبلغا سخيفا لماذا تتوجه المملكه هو طبعا هو طبعا الايرادات الطرح العام الاولي كان من المفترض ان مقرر, مقرر ان تذهب الى صندوق الاستثمارات العامه صندوق الاستثمارات العامه هو صندوق استثمارات سيادي يستثمر داخل وخارج المملكه ومنذ عشرات السنين يعني اليوم عمره حوالي 40 سنه واكثر حتى 45 يمكن الى 50 سنه وهو المشكلة أنه كان يستثمر كان هذا الصندوق طوال الأربعين سنة الماضية يستثمر في استثمارات غير فعالة غير ليست كفؤة ولا تدر على الاقتصاد السعودي الكثير من الفوائد السؤال اليوم اصلا السياسات التي يتبناها هذا الصندوق سوف تتغير او لا تتغير ما هو هذا انا اعطيتك الفلوس م. الفلوس حتستفيد منها او مش حتستفيد منها هذا سؤال ثاني وهذا مرهون بالرؤيه الاقتصاديه فهل هذا يعني يعني ربما ضمنا بانه هناك رؤيه اقتصاديه غير واضحه او انها يعني أنا ليست أنا, أنا أظن في في وقت توقيتها بما يتعلق برؤيه 20 عشرين عشرين ثلاثين. و... وطبعا هناك كثير من الشكوك تحوم بحول مدى فعاليه خلينا نحكي الاستثمارات المزمع الدخول بها يعني اولها استثمار الوعد او الدخول في شراكه مع سوفت بنك بقيمه استثمار بقيمه 45 مليار دولار استثمار عملاق جدا اكبر من صندوق بنفسه صندوق م. بحاله بعض الصناديق ما بتوصل 45 مليار طيب ما هو ما هي الجدوى الاقتصاديه لهذا الاستثمار هذا السؤال مفتوح م. السؤال الثاني مدينة نيوم استثمارات ضخمة وهائلة بعشرات المليارات ما هي جدوى هذه الاستثمارات هذا سؤال مفتوح ربما تكون مجدية لكن ربما لا تكون كذلك أيضا عملية التنفيذ عملية التنفيذ يمكن أن تدلنا على النجاح من عدم النجاح أنا في نهاية المطاف أظن بأن عملية طرح أرامكو في السوق صعبه مساله صعبه أه حتى لو 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 تمت سوف تستغرق وقتا طويلا لن تتم في الوقت القصير المساله الاخرى انه اي سيوله سوف تاتي م -م. الى الى السعوديه يجب ان يتم دراسه كيفيه التعامل معها وليس فقط كيفيه الاتيان بالسيوله صح. ليست المشكله في ان تاتي بالسيوله المشكله او السؤال الاهم م -م. كيف تتصرف بهذه السيوله النقديه ابقى معي محمد ايضا في